في ناس بتقول انه في ستات ما بتعرفش السوق. احنا الحقيقه مش عارفين الناس دي قالت الكلام ده ليه، جابوه منين. وفي يقول لك لا، اصل الرجاله بتسوق احسن من الستات. برضه احنا مش عارفين هم جابوا الكلام ده منين. للاسف الشديد الفقره دي هي فقره لا مع ولا ضد، اللي هو انا ما اعرفش اقول رايي، ولكن نسمع اراء ضيوفنا الاحباء. معانا النهارده، هو طبعا مش هتبقى محتاجه دي بقى ايه نعرفها، فاهمين؟ بس خلينا نقول معانا استاذه سمر المنوفي، منورانا النهارده استاذه سمر، اخصائي التخاطب. استاذه كنزي ايمن، منورانا النهارده، منتجه فنيه. طبعا طبعا باين ان هم معني الستات بتعرف تسوق، مش محتاجه اي فقره، دي صح كده؟ دكتور محمد العزبي، حضرتك منورانا النهارده دكتور. دكتور محمد خبير امن المعلومات. واخيرا زميلي العزيز استاذ احمد عبد الهادي، منور الدنيا كلها، صاحبي باليوم السابع. طيب احنا نسمعهم بقى يا بنات. لا 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 يا فندم، ليديز ات فيرست. لا لا طبعا، لا لا يا فندم، لا لا لا، اجل ضد الفكره. حضرتك احنا نسمع الفكره الاول عشان احنا، لا انا اللي اقول مين اللي يتكلم الاول يا فندم. فحضرتك لو سمحت حضرتك قول لنا ليديز ات فيرست برضه. حضرتك قول لنا ضد الفكره ليه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش ضد الفكره، احنا بنقول ان نسبه كبيره من الستات تجاوزت ال 90% ما بيعرفوش او مش ما بيعرفوش يسوقوا. عشان برضو نوضح المعاني او نكون اكثر تدقيقا، موقع كونفيوزد قال ان 15% من نسبة الحوادث اللي بتتم في العالم هي من استخدام قائد المركبة الكاسيت او الراديو او التليفون او كلام من ده. اوكي، 100% من الستات في مصر وهي سايقة العربية بتعمل ايه؟ بتكلم طنط جيجي قاعدة على ابلكيشن اي توب، عمالة تعمل توب توب نايس توب نايس توب، واصلا ولا بتبص على مرايات ولا بتبص مين جنبها ولا مين طالع في الطريق ولا مين اللي قالك 100% من الستات وهي بتسوق بتسمع كاس العربية؟ الضيفة العزيزة. قلت ايوه. بص انا عايزه بس ارد على حضرتك في كام حاجه. حضرتك انا ما قلتش غير حاجه واحده بس، 90% من الستات ما بيعرفوش يسوقوا، و100% من الستات اللي بيسوقوا بيسمعوا كاسيت. انا عايزه اعرف حضرتك جبت الارقام دي منين بس؟ من مواقع. ايوه مواقع ايه اللي بتقول؟ عند حضرتك موقع كونفيوز ده، تقدري حضرتك تسيرش عليه. يلا يا جماعه واحنا على الهوا كده، فريق الاعداد الحلو يدخل على موقع كونفيوز اللي دكتور محمد العزبي بيقول عليه، نشوف الموقع ده بيقول ايه على قياده السيارات للسيدات، وكم في الميه من السيدات مسؤولين عن حوادث السيارات. اتفضل يا دكتور. بعد كده يا فندم، طبعا الست وهي قاعده بقى عماله تعمل نايس توب نايس. ايه نايس توب ده؟ لا ده ابلكيشن مصري جديد نازل زيه نازل زيه زي الفيسبوك بالظبط، بس بقى فيه متسع من الحريات بقى. اللي عايز بقى عرفتي منين ان هو 90% بيستخدموا؟ انا واحده من الناس مش عارفه. معلش انا ادخلي على احصائيات البرنامج. انا مش جاوب احصائيات البرنامج. ثانيه واحده، احصائيات البرنامج دلوقتي برنامج بتقول ان الست بتستخدم البرنامج ايا كان البرنامج اسمه او نوعه وهي سايقه؟ لا مش وهي سايقه. هم حضرتك عرفت منين؟ هم بيستخدموا التليفون بيعملوا فيه ايه؟ هم مين؟ ده حضرتك كمان دخلت في نواياهم. حضرتك يا فندم، حضرتك الله، ده حضرتك طالع النهارده تقول انا مع ان الستات بتعمل حوادث اكتر عشان انا. لا لا يا فندم، حضرتك يا فندم انا ما بتكلمش غير هو خم. طب انتوا بتعملوا حوادث لاسباب كتيره جدا. انا بتكلم بالارقام مش الموبايل بس. حضرتك يعني انا مش بتكلم كده كلام تلقائي او عفوي. سيبنا من الارقام، خلينا نتكلم على ارض الواقع باللي بيحصل تحت. احنا بنمشي كلنا جنب بعض. انت بتتكلم انا واحده معرضه لسواق ميكروباص. اي واحده ست يا فندم بتمشي الناس بتهرب منها. احسن ناس من الرجاله سواقين ميكروباص، زي ما انت كنت لسه بتقول تحت الهواء ان احسن ناس بتعرف تسوق هو الرجال. ان انتوا عندكم قناعه ان انتوا بتسوقوا كويس. طبعًا. صح كده؟ طبعًا. افضل فئه بقى بتعرف تسوق صح مين؟ مش الميكروباصات؟ سواقين التاكسي؟ لا طبعا. انا كسر عليا سواق ميكروباص. دول عفاريت الاسفلت، دول عفاريت الاسفلت، دول قصه ثانيه. دول قصه ثانيه. حاله فرديه؟ لا هو راجل. لا هو راجل. لا احنا كده دخلنا بعيدا بعيدا عن ارقام وتفاصيل. احنا كده دخلنا نقطه نظام بس. هي الست بتتكلم. ماشي. انت بتقول راجل وست صح كده؟ احنا قاعدين دلوقتي عشان انت ضدنا. احنا ما بنعرفش نسوق. لا هو مش ضدنا، هو بيقول راجل. لا هو مش ضد الستات، هو بيقول ايوه بالظبط ده رايي. احنا كمان عندنا وجهه نظر ان انتوا عندكم حوادث كتيره جدا. مش بس عشان احنا بنمسك الموبايل، انتوا ساعات بتبقوا يعني
فيها اسباب كثيره، فيها مخدرات، فيها حد ماشي بيتكلم في موبايل، بتعملوا ريلز زينا، بتعملوا نفس اللي احنا بنعمله بالظبط. لا وبيصوروا حوادث، بيصوروا حوادث بتحصل جنبهم على الطريق. صح صح جميل عزيز الصحفي. حصل مش بتعمل كده، مش ثانيه واحده يا دكتور، يا دكتور مش حضرتك كصحفي، ثانيه واحده يا قمر، مش حضرتك كصحفي النهارده حضرتك وانت ماشي، ثانيه واحده ثانيه واحده، مش حضرتك وحضرتك انت ماشي وصحفي وانت سايق كده تلاقيت حادثه لازم تغطي الحدث؟ ده لو حد بيلعب بالعربيه انا هصوره كمان، يعني مش عامل حادثه. اللهم صل على النبي. طبعا دي الحته دي احنا ما بنعملهاش، ما حدش فينا بيطلع يصور ده ويقول اصل ده عمل حادثه وده مش عارفه ايه. انتوا بتعملوا جرايم؟ لا انتوا بتعملوا جرايم. انا مش مشغول، انا بطبيعه شغلي بنعمل جرايم اكتر. الستات بتعمل اكبر جريمه حصلت من واحده استخدام الهاتف اثناء القياده. طبعا الرجاله بتستخدم الهاتف اثناء القياده، ما في رجاله بتستخدم الهاتف اثناء القياده، ده معناه ان هو بيعمل. انت بتتكلمي في البلوتوث في العربيه؟ البلوتوث ده حاجه معموله في العربيه. طب انت بتتكلمي الراجل كمان طب اخر مره يا استاذ سامر رخصت امتى؟ رخصت العربيه. ما رخصتي عاملاها من شهرين مثلا. من شهرين المخالفات كان عليكي كام؟ ما كانش عليا مخالفات خالص. هتقولي بتتشل بالحب؟ خالص لا لا خالص. زي ما طب والرجاله ما بيبقاش عليها مخالفات؟ طب ما هي برضه عليها. انا ست منتظر. اكبر دليل، اكبر دليل. لا ما تضحكيش حضرتك، انا عايز اعرف اكتر مخالفات. احنا الاربعه يا جماعه نتكلم في نفس الوقت، فاحنا ممكن نسمع بعض. اوكي ماشي. شخص يتكلم وهنرد بالراحه. اخر مخالفات كانت عليك ايه؟ اكتر مخالفات كانت موجوده ممكن في الثلاث اربع 5000 جنيه اللي كانوا موجودين. ليه حضرتك ما بتلبسيش الحزام؟ عادي ممكن مره. ليه حضرتك ما بتلبسيش؟ لا مش طالعه، احنا هسيبها على الحلقه. لا انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. زي ما هي ما بتلبسش الحزام يا دكتور، ممكن انت تمشي برده ما بتلبسش الحزام. اوكي انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. موضوع يا استاذ رضا ما بتعرفش تسوق. خلينا بس نتكلم بعيدا عن الارقام وبعيدا عن التفاصيل. اي دوله متطوره في العالم او اي دوله محترمه في العالم، انا ممكن اكون لو خليها حضرتك ما لبستش الحزام تتسحب منك الرخصه. عمرك ما تسوقي اصلا. الدول المتطوره. خليه يتكلم يا جماعه. انا بكلمك على مصر بلد القانون. مش هعرف اكمل الحوار كده. انا بكلمك على مصر بلد القانون اللي وضعت قانون القياده. لما انا حضرتك انا كست ما التزمش وما البسش الحزام واعرض نفسي حياتي وحياه اطفالي او ايا كان من راكب معايا. التزام الحزام مش اجر على راجل او ست. تمام. انا بهي بكلمها على حضرتك. خطر على الراجل وخطر على الست. خطر على قائد المركبه. ردي انت بقى. لا انا لسه ما كملتش فعلا. انا لسه ما كملتش. هي ماسكه المايك بقى. لا هي مش ماسكه المايك، هي ما كلمتش اصلا. انا بتكلم عن جزء ان انا على الحزام ممكن اكون لابسه اسود مثلا زي كده ولابسه الحزام مش باين، بتاخدني مخالفه. ازاي؟ مش معناه انا مش لابساه. بتحصل ساعات. الرادارات فعلا، الرادارات فعلا الفتره الاخيره، الرادارات فعلا الفتره الاخيره. ده حصل. ما تبيعيش الحزام لذلك بيبيعوا في الشارع دايما. انا متاخد ده رخصه، انا متاخد مخالفه حزام وانا لابس الحزام. حضرتك بتناقش مشكله موجوده عند الراجل وموجوده عند الست. تمام. هي انت مش ده ما يخليش الست ما تعرفش. انا مخالفات حزام. هي ممكن هي بتقول ان ممكن يكون في مخالفه من المخالفات فيها ان مش لابسه الحزام. عملت حادثه نفس الكلام على الراجل. بس انا ممكن ابقى ماشيه بقى شاربه، خبطت حد، طيرت 4 5 عادي. اه زي ما الرجاله بتعمل. سهله. اه ما انتوا بتعملوا زي ما الرجاله. ما انتوا بتعملوا الرجاله دلوقتي. العنصريه دلوقتي. لا مش عنصريه. لا لا الاستاذ رضا بتتكلم بارقام حوادث حصلت وحوادث لشخصيات كبيره. اه طبعا. طب خلاص. وستات زي بعض الرجاله. بعض الرجال. وكثير من السيدات بيعملوا. ليه بعض وكثير بقى؟ الاحصائيات. ليه كثير؟ طلعلي احصائيات. انا جبت لحضرتك الموقع اهو. ما هم دخلوا الموقع، طلعوا لي بقى الاحصائيات اللي بتقول هنا ان السيدات اصلا ايه ده؟ حضرتك اخترعت ارقام في كونفيوزد؟ هو شاف كمان البدايه 12 مش موجود حاجه. لا موجود يا فندم. انا مفيش حاجه بتقول بعد الحلقه الست كام عقلي. مفيش احصائيه بتقول ده. هو انت حضرتك قلت 90 وهم مش عارفين يجيبوها. انا اجيبها لك على الـ على الـ على الـ الموقع يا فندم. ممكن يكون موقع فيك. اكتبي. لا مش فيك طبعا. هات يا فندم اجيبها لك شخصيا. اكتبي نسبه ارتكاب السيارة. مصراوي واخد عن ثانيه واحده. مصراوي واخد عن موقع كونفيوزد 2021. المرأة أفضل من الرجل. لا لا يا فندم ارجعي بس تحت. ارجعي تحت ده الموقع اللي بينصفكم من انتوا بتعرفوا. هو كونفيوز برضه. شوفوا بقى تحت بقى بيقول ايه. نفس الموقع اللي حضرتك. لا لا شوفوا تحت بيقول ايه. انا جايب لكم الموقع. خلي بالكم. لا حول. انا جايب لكم الموقع اللي بيقول ان انتوا بتعرفوا تسوقوا اكتر من انا. يا استاذ رضا انا قلت يا باشا شوفوا تحت بقى. ندي فرصه لزميلنا الصحفي استاذ احمد عبد الهادي. اتفضل. انا شايف ان احنا طلعنا بره الموضوع اللي احنا جينا عشانه ودخلنا في ارقام وحاجات اكبر من هنا شويه. احنا رايحين من مواقع كبيره والتفاصيل. خلينا نتكلم بالورقه والقلم. ما تشوف الستات بيعملوا ايه. تمام. انت بتركيني في وقت قد ايه تقريبا؟ انا
كم مره اطول ما بتعرفش تركن خالص والله ما بتحصل معلش ليه معلش ليه بصيت ممكن لا بس انا بالنسبه لي معلش انا بالنسبه لي مره انا ماشي على الطريق مصر بره تمام واحده وقفت قدامي مره واحده انا اللي خبطتها قانون المرور بيقول ان انا اللي غلطان ما دام انا اللي خبطتها من ورا لما نزلت تمام فبتقول لي انت اللي غلطان بقول لها ليه انا اللي غلطان قالت لي في قدامنا مطب على 150 متر تقريبا لازم نهدي نقف تمام ونبدا نتحرك واحده واحده لحد ما نوصل المطب قلت لها طب يعني تقف فجاه قالت لي انت ما بتعرفش انت مش شايف الاشاره الاشاره يعني شغلت الوقت وفي نفس لحظه اللي هي وقفت فيها طب ما هي عملت لك اشاره هي تفتكر ان ما دام انا اديت يمين في نفس اللحظه خلاص انا عرفت ان انا طلع ايدها من الشباك وتقول لك ما تعرفش ان انا لازم في توقيت قبلها طب ومش هعرف تدي مسافه إيه؟ في قانون المرور بيقول لك تدي مسافه بينك وبينها لازم يبقى في مسافه بينك خلاص عليكوا عليها مش خلال مصر فرامل ممكن تكلبش في الارض خلال قد ايه لا انا ما بقولش كلبش في الارض انا بقول تدي مسافه علشان لما انت تيجي تفرمل المسافه اللي بتقول عليها دراع عمل مور 2 متر ماشي بغض النظر ما كان زمانك انا مديها 6 متر مديها 6 متر وهي وقفت مره انت حضرتك ما قلتش انت هي خبطت في الطبلقه هي خبطت في الطبلقه اللي خبط في مين لو انت واقف قست المسافه وانت واقف بمسافه ال 6 متر هي واقفه غلط وهي مديه ادتك الاشاره وانت ما شفتش الاشاره وهي وقفت مجنونه وقفت بقى انت ما لحقتش تقف اه ما لحقتش انت راجل متمكن اجزمت ازاي حضرتك انها مجنونه يعني انا طريق السرعه متحدده فيه 80 هي بتستغرب طريق السرعه متحدده فيه 80 حضرتك تمام حضرتك متحدده فيه 80 وانت تقفي مره واحده وفي طرق 30 وفي طرق 60 انت تقفي مره واحده مره واحده انا ما بقولش اللي هو صح بتقول الواحد يقف مره واحده بس انت المفروض تبقى حضرتك بتقول يا استاذ احمد هي دلوقتي ماشيه وانت في مسافه 6 متر تمام صح كده تمام يعني هي ادتك هنا اشاره تمام انت لو هنا هتلحق تقف لو العربيه بتكلبش في الارض يا باشا وتعالى نعمل بروف ازاي لو وقفت العربيه على سرعه 80 انت بتقول اديتني اشاره انت بتقول اديت اشاره انا عايز اسمع حد حط التليفونات يا جماعه عشان الفضله في نفس اللحظه يا دكتور يا استاذ الفضله الاشارات اللي على الطابلو الاشارات اللي على الطابلو انت عارفاها كلها معناها ايه اي مش حضرتك بتحكي فيها زي ما احنا امتحنا فيها الموقع الموقع الوحيد اللي بينصف المراه في قياده السيارات بعد اذن سيادتك احنا دخلنا في الاشاره اللي جوه العربيه احنا بنمتحن زينا زي بعض زي رخص ما بتطلعش هم عندهم قناعه ان احنا واخدين الرخصه كده بتطلع احنا الرخصة كده الستات بتطلع للرخص هم شايفين ان احنا انا ما قلتش الكلام ده انا بقول والله الاشاره دي معناها ايه بعد اذن سيادتك يا فندم الاشاره دي معناها ايه يبقى صادق بعد اذن سيادتك يا فندم دي بتاعت ال لا حراره العربيه اهو ايه حراره العربيه تمام لا انت مش جاي هنا تعملوا بص حضرتك عايز اقول لك على حاجه الموقع الوحيد اللي بيقول ان الست بتعرف افضل قياده للسياره من الرجل بيقول ان الستات ما بتعرفش تعمل صيانه العربيه وان الستات ما بتعرفش نهائيا يعني ايه بتعملها تعمل بايدها باركينج. الستات ما بتعرفش تركن نهائيا بتاعه العربيه هي الست بتعمل صيانه بايدها مش هي بتوديها زي ما حضرتك بتوديها افرض افرض حصل لك اي وقعه في حاجات بسيطه دي سهل ان البني ادم حصل لك عطله الطريق تعمل ايه هركن العربيه على جنب وهكلم سيرفيس لا لا هنصور انا هقول يا رب وبما ان انت خبير وجامد قوي كده في العربيات يا دكتور لا انا مش خبير في العربيات انا بعرف بعرف اسوق العربيه كويس بعرف اعمل اعطال تغير بوجيهات وتسقط مواتير وتسقط موتور على الطريق ما تسمعش الكلام ده ولا ايه ده انت مالكش خبره كده في العربيه لا انا ماليش خبره في حاجه خالص ما تعرفش تسقط مواتير بايدك لا 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 يا دكتور لا يا دكتور لا لا يا جماعه بنات لا 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 مش عليكم مش كنت بقول للدكتور قبل ما ندخل في الحلقه ازاي سقط المواتير لا ما بعرفش انت بتعرفي تسقط الموتور انا بنت يعني انت لا لحظه يا فندم لا لحظه بس يا فندم رد عليا لا انا لما تساليها الست انا كمان ما تعرفش تحط انت كده خلاص دخلت بيته 3 ضد 2 انا بسالك سؤال 3 ضد 2 لا ما اعرفش لا ما تعرفش ايه التونجر لو هم عرفوا انا هرد يعني انت عايز منهم ثانيه واحده لحظه يعني انت عايز من البنات انها تعمل صيانه وكراجل ما تعرفش يعني ايه تونجر التونجر ده اللي بيحط عليه الموتور على البطاريه عشان تشحنه ما تعرفش يعني ايه بقى ديفنسيف درايفنج لايسنس بما ان حضرتك بتتكلم على كونفيوزد لا انا لا طيب دي حضرتك بتبقى رخصه معايا ما حضرتك انا مش راضي اشربيني عشان يطلع لي الرخصه قياده امنه ملهاش علاقه بالاعلام خالص خدتها من 15 سنه منين دي؟ علشان هبقول حضرتك بعد ما اخلص الشهوه ان شاء الله علشان لما واحد دي عشان اعرف المسافه الامنه اللي ما بيني وما بين المواطن اللي قدامي واللي ورايا وانا واحده ست مش راجل فتخيل حضرتك النهارده انا كواحده ست عارفه يعني ايه تونجر وعارفه يعني ايه قياده امنه وحضرتك طالع تقول ان الستات هي اللي بتعمل حضرتك بتسوقي بنفسك انا بسال حضرتك سؤال يا استاذه رضوى حضرتك بتسوقي بنفسك لا ما انا بالراحه اهو خالص بسوق بنفسي ايه اه طبعا بسوق بنفسي عندك سواق لا عندي
لبناتي بس انا بسوق لنفسي. ليه كده؟ دي حريه شخصيه. طيب انا المذيع هنا، انا اللي بسال هنا. ليه كده؟ طيب طب ما تجيش، ما تبقيش انا اللي بسال، ما تلعبيش دور القاضي. لا اصل المقدمه هنا يا فندم، حضرتك اول مره تعمل برنامج، انا هاجي لحضرتك ان شاء الله. بس حضرتك تقولي ايه؟ فين البرنامج بتاعك؟ تمام. بتاع السيارات؟ لا انا ما عنديش برنامج سيارات. انا عندي برنامج تك. انا سايبر سيكيورتي. انا سايبر سيكيورتي اكسبرت. طيب احنا هنطلع، تيجي نطلع فاصل؟ لا 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 بصراحه في نقطه انا عايز اقولها قبل الفاصل. لا حق، لا حق، لا حق يقول الاول قبل ما نطلع الفاصل. حضرتك انت باصص لي انا ليه؟ لا هو من حقه يبص لك. معلش اتفضل. حضرتك دلوقتي الاستاذه رضوى اعلنت تضامنها معاكم شخصيا؟ قالت لما قال ليه خالص؟ لا قالت انا ست. هو انا حاجه منطقيه بتقول لك، ماشي رضوى بتقول انا ست وضمت نفسها. يعني بصي حتى اتحركت وحضرتك مش شايفه. لا ده المخرج هو اللي مقعدني هنا. لا 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 احنا صاحبة الأموال. لا لا عايزين نطلع فاصل، ممكن بعد اذنك نطلع فاصل ونرجع نواصل. اوكي مشاهداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات، مع هذا الحديث الشيق هنطلع فاصل قد كده ونرجع ليكم من هنا وبس. اكيد متخيلين الفصل كان شكله عامل ازاي. محدش سكت، مفيش بني ادم ما اتكلمش، الاستوديو كله بيتكلم، والساده المساويين عايزين يخشوا معانا الفقره دي علشان يقولوا هم كمان ارائهم حاجه كده غريبه جدا. نسمع بقى. هو قال لك في الاول ليديز فيرست، اسمع بقى. ممكن احكي موقف صغير جدا. دلوقتي حضرتك قبل الفاصل كنت بتقول انه الستات ما بيعرفوش يركنوا، صح؟ تمام. انا دلوقتي كنت ماشيه في شارع اصلا يعني ضيق خالص، باركينج يعتبر، واقفه ومكمله، لقيت فجاه راجل قدامي قرر يرجع لورا وقام خابط لي العربيه من قدام. فنزلت بقول له في ايه؟ اصلا قال لي اصلا انا بركن. قلت له حضرتك ولا مدي اشاره ولا في مكان ركنه اصلا ان انت تركن فيه وبتقول لي برجع ورا اصلا انا بركن؟ فده دليل انه الرجاله برضو بتعمل حاجات غريبه في السواقه يعني. طب ممكن ارد على حاجه؟ لا 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 واحده بقى عشان ايه ناخدك. يلا سام. مش انا موقف بتاعي، انا كنت راكنه في مكان وبشتري حاجه والله طبيعيه زي الناس عادي، دخلت وطلعت خدت العربيه وماشيه، سواء ميكروباص هيموت ويقف، لازم يقف، عايز يحمل الناس اللي عايز ياخد، مش مهم مين ماشي جنبه. انا طيار للنص اليمين تقريبا، ولا اشاره ولا هيقول ان هيقف، هو لازم، هو فاهم دماغه واقف ان هي انا هركن هنا، هحمل من هنا، مش مهم مين بقى طالع جنبه، مين جاي من الناحيه دي، مش مهم. طير لي النص، طير لي والله العظيم نص اليمين، والله طيره. وبتكلم معاه هو باجح برضو، اللي هو انا اللي غلطانه، استني لما نركن اطلعي انت. ازاي يعني؟ طب ما انا في واحد برضو طبق لي شنطه العربيه، وانا طبق لي شنطه العربيه على مطب. ازاي انت الرجاله بتاخد اكتر من الستات فوق المطب يعني؟ خلاص كلنا مقدين فوق المطب. لقيت فجاه اترزع وشي في الدريكسيون واحد وانا فوق المطب. اترزع وشي في الدريكسيون من راجل؟ لا لا انت مفتريه كنزي. لا الرجاله بتاخد اكتر من الستات بقى، ما تهزريش بقى. ايه يا زميل عزيز ازاي تقول كده؟ اتفضل سيادتك. ماشي يعني دي مواقف حصلت معاهم. تمام. حصل معاك الموقف ده كم مره؟ ما انا بحكي لحضرتك كم مره. كم مره عملت حضرتك حادثه واحده ست؟ انا مثلا عملت حوالي مثلا يعني دائري كوبري اكتوبر حوالي مثلا 12 حادثه من سيدات. المشكله في ال 12 ست والله من سيدات. حضرتك عملت 12 حادثه ثانيه واحده بس. تمام. استاذ احمد حضرتك عملت 12 حادثه كوبري اكتوبر بالاخص. 12 حادثه حضرتك عملت 12 حادثه. المشكله في ال 12 ست. طبعا. ايه بقى المشكله اللي عملوها؟ كلهم بيلبسوا فيا، كلهم بيلبسوا فيا اقسم بالله. وننزل كل واحده. انا كنت انزل بعد الحادثه. تمام. انا اسفه وبعد كده الاقي جوزها جه هو اللي بيعتذر وحقك عليا وانا عارف وهي ما بتعرفش تسوق بس انا غصب عني وشايف ان الظروف هي لازم تسوق. اقسم بالله انا مره حد جالي لحد البيت عندي في حدائق اكتوبر بيعتذر لي قدام حدائق الاهرام. انا خبطت فيا في عند قدام حدائق الاهرام. تمام. قبل الرادار اللي هو تحت الكوبري المشاة. حد ما طب. تمام. حاله من حالات. لا مش حاله، انا قلت لك 12 حاله. جوزها جنبها. تمام. ده جالي البيت ما كانش قاعد جنبها. وواحده ثاني جوه اكتوبر. تمام. انا ماشي عادي على الشمال. تمام. وهي جت قدامي كان هو تقريبا كانت فاكره انها راكبه طبق طائر ولا حاجه. تمام. فجت قدامي مره واحده وراحت جت عملت كده مره واحده اقسم بالله فجاه. تمام. والحركه اللي هي صعبه فعلا
لما واحده تلاقيها عامله الكرسي للاخر كده لقدام وحاطه التليفون كده تمام وراحت كسره مره واحده كده. فانا نزلت بقول لها فنزلت تشتم هي على طول. انا اتضايقت مش هتايم. اول حاجه عملتها عملت ايه؟ رحت واخد مفتاح من العربيه تمام وقلت لها انا مش هتكلم معاك لحد ما يجي جوزك. خدت مفتاح من عربيتها. خدت مفتاح من العربيه صح. لان انا خدت عندي الفانوسين وخدت عندي وش العربيه وخدت عندي الاكسدار. طيب علميا في عربيتي دول هيعملوا 13 14 الف جنيه تمام. نزلت قلت لها قعدت تشتم. قلت لها ما عنديش مشكله شتمتي طيب كلمي الاستاذ ممكن يجي يتكلم معايا او اي حد. قالت انا هحبسك انا هعمل. قلت لها كلمي اللي انت عايزه. طب هي هتعمل حادثه معاك وانا صاحب حوادث ودي شغلانتي. وكمان خدت منها مفتاح. خدت منها مفتاح وهي شايف وانت شايف ان انت مش غلطان. وكلمت حد في الاداره العامه للمرور قلت له ابعت لي مهندس. يعني لو هي غلطان يعني. وكلمت حد قلت له ابعت لي مهندس يجي عيني يشوف غلطان مين. وطلع هي الغلطانه. وجه جوزها قاعد يعتذر وبدل 12000 جنيه قلت له لا هصلح في التوكيل ودفع 32000 جنيه في التوكيل. يا دكتور عندي بقى قول لنا بقى موقف حصل معاك. انا عملت اربع حوادث في حياتي تمام بس اقسم بالله ثلاثه ستات خبطوني وواحد كان سواء نقل لسه من فتره بسيطه يعني. ده دمر لي العربيه خالص. راجل بس سواء عربيه نقل ودمرت لك العربيه. خالص. طب يعني. والستات دمرت لك العربيه؟ لا او الست بقى اول ست بقى في الحادثه الاولانيه كنت واقف عند فرغلي. ايوه بمخمخ من غير اسماء. بشرب بقى شويه العصير بقى مبسوط الله اكبر. تيجي نعمل جزء تاني للفقره دي. المهم المهم انا قاعد كده في امان الله. ايوه ولا بيا ولا عليك ولا علي. دخلت فيه لما دخلتش فيا يا ريتها دخلت فيا. الست بدل ما تطلع لقدام رجعت لما ترجع دلقت عليك الفخفخين. يا ريتها دلقت ده يا ريتها شويه الكبوت ده طلع لفوق كده كانه طلع لفوق كده. الافوكاتو اللي كان معايا اتنطر فوق. يا نهار نزلت. طب عايشتك جو اثاره اشكرك. اسمعي بس نزلت عملت ايه ده؟ ايه ده؟ قامت نازله بتقول يا لهوي جوزها هيطلقني. جوزك هيطلقك في ايه؟ العربيه باظت. هي عيني هموت. جوزك باظت من الافوكاد ولا باظت من الحصى؟ باظت من كل حاجه. موقف تاني عايز اقوله للزرادو معلش. المهم ما انساه. عايز اسمع بس. المهم جوزها هيطلقها. العربيه حصل لها ايه؟ لا كبوت وكسدام وفوانيس. ده راجع بعزم العربيه وخسرتك الافوكاتو. لا سيبك من الافوكاتو وسيبك من الكلام ده. رجعت نزلت اول ما قالت جوزها هيطلقني مش عارف انا يعني قلبك اتخلع كده خلاص بقى. قسم من الرحمه بقى والرأفه عشان خاطر بيتها ما يتخربش. أيوة انا ضد اي خراب بيت. يا لهوي خراب البيوت ده حاجه وحشه جدا. حاله المرأة دي انت فاهمه خراب البيوت دي حاجه وحشه يعني من اسوأ الحاجات اللي الانسان يعملها ان هو يدمر. ايه والله العظيم انت راجل خطير. والله العظيم بجد. انا مبسوط ان رضوى الشربيني بتشهد لي الشهاده دي. انت نورت وحيات ربنا. بتكلم بجد وحيات ربنا انت نورت. كمل تاني حادثه كانت ايه؟ يا دكتور المهم نزلت قالت انا اخدت قسط من الرحمه بقى. قالت لي لا في قانون المرور بيقول اللي ورا هو اللي غلطان انت لازم تصلح لي العربيه. قلت لها طب يا فندم. قالت لي جوزي جوه عندي مش عارف بيعمل ايه وجاي. المهم جوزي قلت له يا فندم دي رجعت عليا ورا ونجيب الكاميرات ومش عارف ايه وبتاع. قال لي انا اسف يا فندم مش عارف. قلت له انا مش متقبل العقد بس لو سمحت حياه الناس مش لعبه. طب الراجل اللي العربيه نقل وخبطك ده ما يعرفش ان حياه الناس الراجل اللي في العربيه دي حاله فرديه لسواق. لو دي حاله جماعيه يعني ما هي فرديه برضه. لك العربيه حاله فرديه دي. ما انا جبت برضه حبسته. جبت حبسته جماعيه بقى. ست واحده اللي خبطتك ما هي. ايوه احنا متنين عايز ماشي مصر لما عملت فيك كل اللي عملته ده انت كان اندهشك كله. يا لهوي وقلت خلاص جوزها هيطلقني بعد ما قالت لي جوزها هيطلقني. قالت لي انت اللي غلطان انت اللي ورا. ما هو كان خايف هو اللي يطلع. هنا الانسان هو اللي بيطلع. والله العظيم عملت كده. يا نهار ابيض والله العظيم قعدت تلطم وتقول يا لهوي جوزها هيطلقني. ايوه كان خايف انها تتطلق. ايه عشان الاكسدام بتاعها اتكسر وفانوس اتكسر. انت اصلا بيفكر اللي انت بتقوله ده اصلا ليه؟ اقسم بالله لو الموضوع ده حصل بجد معايا مثلا غير اشياء. انا مش لو مراتك نفسها اللي عملت كده. لا يا فندم لا بصي اهو بصي يا فندم ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير وربنا سبحانه وتعالى قال لتسكنوا اليها. ايوه يا فندم ده علاقته. لا 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 يعني ما دخلش دي. ايوه يعني احنا مش واخدينها. احنا مش واخدينها حكم ان الرجل متسلط على الست. ان هو الرجال مش متسلطين على الست. الست دي اختي.
الست دي اختي وامي ومراتي كل حاجه. انا مش الجلاد بتاعها. ليه بقى عشان نقول ان هم ما بيعرفوش يسوقوا؟ عشان هم فعلا ما بيعرفوش يسوقوا. انتوا مشكلتكم فين؟ عندكم قناعه لو في ثلاثه ستات ماشيين وخمس رجاله ماشيين جنبيكوا المشكله هتبقى من الست. انتوا عندكم قناعه فطول ما ده جواك نفسي انت هتبقى شايف ان الحادثه هتيجي منها. طب معلش يا سمر معلش يا سمر كنت شغال في اسكندريه. انا عندي موقف تمام. كنت شغال في اسكندريه. ليه علاقات كتير. انا ليه يعني ليه علاقات كتير بالصنايعيه كتير تمام في اكتوبر وبره اكتوبر وكل حته. فانا كنت مره عندي صنايعي في اكتوبر فعندي مشكله في العربيه فبتعالج. ففي واحده جايه عندها مشكله في العربيه وعندها يعني جايه تقريبا وشايفه ان اي حد صنايعي بيضحك عليها تمام. فجايه له وهي عارفه المشكله فبتقول له ما تجودش في العربيه تمام وركز في المشكله انا جايه لك عليها. فبتقول له انا عندي مشكله كبيره في غطا الترابتات تمام. اه والله والله غطا الترابتات. فانا كنت قاعد على كرسي ورا ما تضحكيش يا استاذه رضوى دي عادي دي حاجات عاديه دي وبجد بقى. فهو بيقول لها طب هفتح. قالت له من غير ما تفتح. اه انا عارفه انت من فوق إيه؟ مش من تحت. هو موضوع هي تقريبا لان احنا عارفين موضوع الصناعيه مش كله بيبقى سالك مش كله طب ما نفسها بايه مع لما صناعيه بيلاقوا ست فبيفهموا ان هي مع الست مش انا بحب وبيشتغلوها الست مضطره تعمل ايه. لا 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 انا بحب اللي بيعمل حاجه يبقى فاهم فيها. صح يا سمر. فهو انت كمان مضطره اللي بيعمل حاجه اللي بيعمل حاجه لازم يبقى فاهم فيها. انا مدام بعمل حاجه انا شغال في انت معترف ان الصناعي لازم على ايه الميكانيكي وايد الصناعي قد ما هو بيعمل على كذا مش عم اسيب غير اللي بيفهم يشوف هو بيعمل ايه. هو بيفهم بجد هي هو رايح الميكانيكي مش رايح الطيار. انت لسه قايل انت عارف الصناعي بيعملوا ايه. اه طبعا لما انا اروح عند واحد قدامه 12 15 20 عربيه واقفين بيتصلحوا اقول له غلط الترابيزات اقول لها يا فندم مش بكل الناس عندها ضمير وبيقول لها ماشي صح. هو عمل انا ممكن اكون انا ممكن اكون ست ما عندهاش ضمير ماشي. هو عمال يقول لها طب حاولي تحاولي تسيبيني ربنا يخليك ما تثبتنيش على هواك. والله زي الفل. مين قال كده؟ حاولي توصفي لي ايه الموضوع بالظبط. قالت له موضوع غطا الترابيتات فيه مشكله ولازم نخلص يا سيدي. الست تمام في الاسم. ايوه المهم قال لي معلش يا استاذ احمد تعالى بس عايز ايه غطا الترابيتات عشان انا تقريبا انا في اللغات ضايع. قلت له قال لي انا في اللغات ضايع. قلت له انا برضه في اللغات ضايع. طب يمكن هو اللي مش فاهم اللي انا قلت يمكن كلمه انجليزي تايهه مني انا ما اعرفش. فانا قعدت معاها فبقول لها ايه المشكله انا يعني انا تقريبا مسؤول عن المركز مثلا وعايز انت رحت نفس الوقت دوت رحت صدفه يعني لقيتها موجوده. اه في نفس الصدفه حصلت قدامك. اه حصلت قدامي. بقول لك موقف ده موقف يعني بص لابد ان يكون شاهد بعينيه مجردتين فتقريبا يعني فانا شويه فك الشفرات. المهم يعني خدتها على العموم اللي انت فاهمه طبعا هم دول ما بيفهموش تمام في اللغات بتاعتنا احنا مش هيفهموها. فانت قولي لي المشكله فين. قالت لي ترابتات. فقلت لها التكهات. قالت لي ايوه هي دي غطا التكهات عايز اظبط تكهات تمام. فكنا الشفره بعد فتره اقسم بالله. فقلت لها شفتي هي بتتقلب واقنعتها ان هي بتقول كلام صح على فكره. يعني ما رضيتش اقول لها ان انت الكلمه دي اللي بتقوليها غلط علشان خاطر خفت انها الثقه تروح في هنا كمان تمام. فهو المشكله انا بقول لك عايزين الكاميرا تيجي على استاذه رضوى يا جدعان. عايزين الناس تشوف ابتسامه الاستاذه رضوى الجميله بصراحه والله عايزين نشوف الابتسامه الجميله بتاعت الاستاذه رضوى كده وهي بتضحك على المواقف الحياتيه. ما تضحكش ليه. طبيعي جدا ان راجل يتلخبط وطبيعي ان الست تتلخبط. اذا كنت انا قلت اذا كنت حضرتك راجل وانا واحده ست وبسال حضرتك دلوقتي بتنجر تنجر اللي بيتحط عليه البطاريه مفيش عربيه بتمشي من غير بطاريه. حضرتك مش عارف اسم التنجر ولا عارف اسم الديفنسيف درايفنج لايسنس. حضرتك راجل قد الدنيا وانا واحده لا 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 ده انا مسكين بالنسبه لرضوى الشربيني. انا مين يا جدعان وانا مين بالنسبه لرضوى الشربيني. انا 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 ما اقدرش يا فندم. حضرتك راجل قد الدنيا. لا انا مش راجل قد الدنيا. انا انسان بسيط. الجنوط وتسقيط المواتير. حضرتك بتسقط مواتير؟ اه ان شاء الله كنت بسقط مواتير. طب ما تيجي نجرب بره. انا معايا 523 بره. حرام تيجي. طب وليه معايا 523؟ طب ما هنشوف بس الكلام ده. ليه دي ماتورها زي الفل. تسقيط المواتير دي بتبقى العربيات القديمه 6 سلندر. انت حضرتك كمان مش عارف تسقيط المواتير بتبقى ده انت زي الفل. بص يا باشا عايز اقول لك على حاجه. لا 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 عايز اقول لك على حاجه. 523 نصعد فيها ماتور غير ماتورها. 523 دي ماتورها 2500 سي سي 6 سلندر. انت عارف ده انت ايوه هو قصدها اكبر. قصدها ربنا يكفيني شر الستات على الطريق. قصدها الستات لا الستات على الطريق. انت عارف الستات دي اشر من فيك شر الطريق. لا لا يعني فيك شر الستات وشر الرجاله. لا هتلاقي بكره واحد راجل زي دي وشايل لك العربيه زي الفيلم بتاع الفيلم. ولما تكوني بقى مرتبطه بقى بتكون مرتبطه وسايقه بقى في وانت الطريق. ما بترتبطش مش فاهم انت مرتبطش. ايه مشكلتك معانا احنا شخصيه. أنا مش شخصيه مع حضرتك. لا مشكلتكم شخصيه. ليه واحده مع حضرتك في الموضوع انا انا يا لهوي.
تخيلي عرفتي منين؟ تفتكري؟ تفتكري يا سمر؟ تفتكري؟ لا لا يا دكتور، وانا عشان ثلاثة خبطوني عشان ثلاثة خبطوني يا حبيبي. تعالى مستني شويه، قال لك برنامج بينزل على موبايل انا ما اعرفهوش. انا ما اعرفوش والله، ربنا ما اعرفه. لازم تعرفي، لازم تبحث عنه. حاطط الكاميرا جوه اعرفه، مش عايز اعرفه عشان اعمل حادثه. ليه؟ اهو انت بتقول لي بيعمل البرنامج جاي من خلاص. لا قلت لك بيتقلي اشتغلوا عليه. ممكن اسال سؤال الزرار؟ يا راجل طبعا يا استاذ. ليه مكاتب تعليم القياده ايوه تمام بتدي كورس التعليم السواقه للرجاله ب 2000 جنيه وللستات ب 5000 جنيه؟ علشان المجتمع شايف ان بيظلم، عشان بتاخده المره صح؟ احنا مظلومين معاكوا على فكره. مجتمع ما حصلش، عشان بتاخده المره صح؟ المجتمع ايه اللي انت هو هيمرق لو هو استنى مجتمع ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ وما تردوا رد، بيقولوا ردوا رد غششيهم، ردوا رد غششيهم غششيهم علشان المكات. ايوه مضطهده. لا يا لا لا انا عايز اقول لك، انا لا بلاش ما تقوليش، انا اقول لك اللي انت عايزه تقوليه. انا بتتقن الشيء أكتر، ايوه اكتر من راجل، عشان كده لازم تدفع اكتر من راجل. اي كلام يا عم وروح وانت سوت، لكن الست ايوه تحب تتقن كل شيء فتاخد. الله اكبر الله اكبر على رضوى الشربيني. الله اكبر ان انتوا بجد رضوى الشربيني بيطيب علينا. انت ممكن بتمشوا بالوسائط، احنا بيعيني بيزعلوا. مكتب تعليم قياده، مكتب تعليم قياده، لا صل على النبي. احنا عندنا جزء ثاني الاسبوع اللي جاي باذن الله ان شاء الله. اشوفكم في الفقره دي، انا اشوفكم بكره كده كده ان شاء الله يا عم. بس الفقره دي ليها جزء ثاني، انا ما خلصتش، انا ما استكفتش، انا ما انبسطتش من الفقره دي على قد ما ان شاء الله يبقى ليها جزء ثاني. عايز اقول لك على حاجه، الستات ما بتعرفش تسوق. معلش على فكره هنشوف الموضوع ده في الجزء الثاني. خلاص انا لازم اختم عشان هيقتلوني. سمر منو في كنزي ايمن، دكتور محمد العزبي، واخيرا زميلي عزيز استاذ احمد عبد الهادي. نورتونا ونورت الدنيا كلها، وكان لقاء ممتع وشيق. للاسف طبعا انا عارفه ان احنا كان معانا تليفونات، بس انا طبعا ما حيتش يعني انتوا شايفين ايه اللي كان بيحصل. الجزء الثاني ان شاء الله هدخلكم التليفونات، او هنحط التليفونات على الشاشه عشان تعرفوا تخشوا تردوا على الدكتور وعلى زميلي العزيز. طيب قبل بقى ما اختم انا لازم اقول الحته دي. لا 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 مش رشوه صدقوني. دكتور محمد اداني دي في الفاصل وقال لي حطيها على الكاميرا علشان الاقي ما حدش يتجسس عليكي. دي كانت رشوه ليا في الفاصل عشان ارشيكي ليه حضرتك؟ اسكت وهو بيقول ليه؟ لكن انا ارشيكي ليه؟ ما سكتش. لا بص 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 نورت الدنيا كلها. مش قادرتي يا زلمه ما سمعونيش. لا والله خلصت فقرتنا وخلصت معاهم حلقتنا. لينا العمر ان شاء الله اشوفكم بكره الساعه 6 حلقه جديده من هي وبس.